1967 نحتفل باليوم العالمي لكتاب الطفل، وهو يوم ميلاد الأديب الدنماركي هانس كريستيان كاتب الأطفال، حيث اجتمع المؤلفون من جميع أنحاء العالم للفت الانتباه إلى أهمية كتاب الطفل. تعلمت الصبر وإن أنا أحاول ورا يعني أجاهد عشان أوصل لهدفي مهما كان الهدف ده صعب. القراءة الإنترنت بيبقى يعني ملهاش، يعني ما أنتي بتشتري كتاب من برا بيبقى غير ان انت ما بتقري من على الانترنت، لان من على الانترنت ما يعني متعرفش تقري كويس، في كلام مثلا ايه بيبقى كلام صغير حاجات دي، بس في الكتب مثلا ايه تبقى كلام كبير بيجيب لك حاجات اكتر كده. جايين نحتفل باليوم العالمي لكتاب الاطفال، وهو مولد كاتب دنماركي، المفروض بيوافق 2 ابريل، احتفال سنوي. والله ما مهتمة، الدليل على كده ان احنا واخدين السنة دي المكتبة بتاعتنا على قسم سنوي المركز الاول جمهوري، وعندي ندوات ومحاضرات والولاد بيبقوا مبسوطين جدا ان هما بيحضروا. سنة 2000 رسم لي كتاب اسمه حياة محمد في 20 قصة، ارجوكم تشوفوه، هو كتاب غالي شوية، طبعها دار الشروق عشان ما تسألنيش، طبعت منه 5 طبعات، والكتاب ده أنا كتبته في سنة 1969-70، كان مقرر على الولاد في ثالثة ابتدائي في المدارس، الطبع منه 7 مليون نسخة. طبعا الأمريكان لما يسمعوا إن أنا ليا كتاب 7 مليون نسخة يتصوروا إن أنا مليونير، بضحك معاهم دايما واقول لهم انا خدت في ترجمه الكتاب ده ما يقابل 100 دولار، بيغمى عليهم. احضر ندوه الاستاذ عبد التواب يونس، يعني هو بيفيدنا فيها بحاجات، لان النهارده يوم 2 ابريل اليوم العالمي لكتاب الطفل، فبيفيدنا بحاجات وبيقول لنا كتب وبيعرفنا حاجات من مغامراته، ان هو سافر بلاد كتيره وكتبه. اجعلوا اطفالنا تنام على وساده الحكايه، فالحكايه حلم يعيش بها الطفل، تنمي من قدراته وترفع مستوى ذكائه. إنجي خالد، لنهارك سعيد.